السنة فينا ماتش صعيب، ماتش مهم. الكاليفيكاسيون باش تلعب في قطر، لازم نعوضوا، خاصة ماتش الأول معناتها ما النتيجة ما كانتش اللي نستناو فيها، لكن ما يمنعش إن شاء الله بتركيز كبير وبعزيمة كبيرة لازم نعرف كيفاش نجري المقابلة خاصة في أولها، وإن شاء الله الأدفيسير هذايا قادرين إن شاء الله باش نتعداوها ونحققوا التأهل للبروشان تور إن شاء الله. الظروف كانت ممتازة جدا، ما ناقص شيء الفريق، ارتاحنا كوم الفو، الملاعب ممتازة. تبقى إن شاء الله يوم المقابلة نكون احنا في نهارنا ونقدموا أداء ونتيجة اللي تليق باسم النادي الصفاقسي إن شاء الله.